كاس العالم يهز العالم كما جرت العادة. كل اللي بيحصل في كاس العالم السنة دي في الدوحة الدنيا كلها قاعدة بتتكلم عنه. بالمناسبة مش بيتكلموا بس على مسألة التنظيم ومش بيتكلموا بس على التكاليف، بيتكلموا كمان حتى على الفرق، بيتكلموا على المباريات. أحيانا كانت النتائج غير متوقعة، يعني يمكن كان المنتخب السعودي ومباراته مع الأرجنتين والفوز ما كانش حد متصور. تاتشوود ما شاء الله السعودية كسبت، هتيجي تقولي بس اصل بعد كده برضه كسبت. انا مبسوط انها كسبت، اي منتخب عربي هيكسب اي ماتش انا ببقى مبسوط وسعيد جدا. فخلونا نحاول نتكلم شويه النهارده على كاس العالم. واجي على الشمال كده علشان اظبط نفسي في الكاميرا ما بقاش مدوخ معايا مديرين التصوير ولا عظيمه ولا حد. كاس العالم وتوقعات الفرق ونجوم البطوله على ما يبدو الكاس العالم السنة دي فعلا مختلف. معانا على التليفون من أمريكا المعلق الرياضي الكبير أشرف شاكر، أهلا بيك يا فندم. حبيبي أهلا يا يوسف، إزيك؟ إزاي الصحة؟ إيه الأحوال؟ الحمد لله، أهلا بيك وأهلا بشعب مصر العظيم، وأهلا بأعظم قائد في العالم، فعلا قائد بمعنى الكلمة وده حقه، ده كلام حلو قوي، العظيم فخامة الرئيس السيسي. وأهلا بكل مصري، احنا جمال قوي يا يوسف، أوي. جمال قوي أوي. وحنفضل جمال وحنكسر الدنيا. قولنا بقى كاس العالم توقعاتك ايه للماتشات، وايه اكتر حاجه لفتت نظرك في المباريات اللي فاتت لحد دلوقتي؟ تمام، هنبتدي واحده واحده كده. طبعا هشيد بقطر، حقهم حقهم، ان كان عليهم ضغوط جامده وعملوا انجازات جميله جدا وناجحين، وقوتنا من ربنا احنا كعرب ومسلمين، الحمد لله ربنا يزيدها نعمه علينا. الله، هشيد بالسعوديه وبالمغرب طبعا العظماء. طبعا تونس قدوا بس يعتبروا كده فرصتهم صعبه، وقطر لسه فريق بيبني وامكانياتهم الفنيه محدوده جدا ومفيش مدرب معاهم، يعني مش محفظهم حاجه، مش عارفين يعدوا نص الملعب يعني. فالسعوديه الامل في السعوديه وفي المغرب، السعوديه عملوا انجاز تاريخي طبعا مع الارجنتين. قدوا اداء كويس قوي قوي. جم في ماتش بولندا، تعالى معايا يوسف معاك. خايفين، هم خايفين، احنا لسه مشكله عندنا كبيره جدا، العرب عندنا روح انهزاميه، خايفين من الغرب، ودي لازم هنشيلها، احنا كالمين هنشيلها. لازم يبقى في شعار احنا يو كان او وي كان، نقدر. فالسعوديه لعبه الماتش بتاع بولندا، المدرب طلع قال ايه؟ قال ويل بيلد، فريق بنيانه قوي جدا. صحيح. اللي هو بدنيا قوي جدا، اوكي دي حقيقة، بنيان قوي وبدنيا قوي. طب انت عملت ايه عشان تضرب البنيان القوي ده؟ لما يكون فريق قصادك عنده بنيان قوي وبيلعب بالالتحاماته في منتهى القوة، ما تجرهوش في الالتحامات، تضربه بالمهارة. هو ما عملش حاجة دي. لعيبة السعودية عندهم فكر عالي جدا ومهارات عالية جدا وبيوصلوا للجول، انما في خطأ احب اوضحه لهم واديهم نصيحتي. اشرف شاكر اهو بيديكم النصيحة. بيخلص من المهارة، بينفذ المهارة بتاعته بره منطقة الجزاء، يعني بيعمل الفايت بتاعه بره منطقة الجزاء، فبيعمل المسك 7-8 مرات. طب جرب خش جوه منطقة الجزاء واعمل الفايت بتاعك. عملوها مرة واحدة، جابوا منها بينالتي، صح يا يوسف؟ صح، جاب منها بينالتي وضاع. طب ما تعمل، جاب فرص كتيرة جدا قبل منطقة الجزاء وبينفذ المهارة بتاعته، فبيخلص فبيفقد الكورة. فانا اللي انا طالبه منهم ان انت خش جوه منطقه الجزاء واعمل هولد، اعمل هولد 5-10 سكند، من 5 ل 10 ثواني، ما تستعجلش. في الحاله دي عمره ما هيعمل تاكلينج، عمره ما هيضغط عليك، عمره ما هيحاول يستخلصها، لان اي لمسه هنا انت خدت البينالتي. طب ال 5 تو 10 سكند دول ايه؟ انت دوينج، هو بقى واتشنج او ويتنج، قاعده ثابته. يبقى انت وصلته انه قاعد من 5 ل 10 ثواني واتشنج او ويتنج، قاعد جسمه كل الاعصاب الحسيه الحركيه بتاعته في حاله ثبات، مش عارف يتصرف، ما هوش عارف ينفذ المهاره الدفاعيه، هينفذها بعد ما انا انفذ المهاره الهجوميه. طب جيت نفذت المهاره الهجوميه بجزء من الثانيه، خلاص هو بره، انا كده سابقه ب3 ثواني ل5 ثواني، دي حياتك تموت عليها، دي تجيب لك كاس عالم. 3 ثواني ل5 ثواني دي انك متفوق عليه بالفكر وبالمهاره الفكريه، وانت متحكم في الاعصاب الحسيه الحركيه بتاعته اللي هتادي المهاره الدفاعيه. حلو، فده اللي انا طالبه من السعوديه، يخش جوه منطقه الجزاء ويبتدي الفايت. كويس قوي. بينفذوا الهجمه يا يوسف، اما بيجي يشوط الكوره بينفذ كل التنفيذ ميسنج، فوق العرض عاليه، طب ما تلعبها على الارض. طيب دي كده السعوديه. المرمى كلهم متمكنين. المغرب.
المغرب فرقة تقيلة جدا، ممتازة، متمكنين جدا. يعني أنا رأيي أنا أحسن خط دفاع في العالم هو منتخب المغرب. ياه. والباك اليمين أمال إيه، متمكن جدا، دفاع متزن قوي قوي. الباك اليمين أشرف حكيمي هياخدوه أحسن حارس، أحسن باك يمين في العالم. وعلى فكرة حارس السعودية هياخدوه أحسن حارس مرمى في العالم. متمكن قوي. فنيا عالي جدا جدا. يا ريت. عايز بقى السعودية، المغرب والسعودية قربوا. السعودية فرصتها كويسة جدا ضد المكسيك، أنا شفت الفرق كلها خلاص، حكمت عليهم كلهم. لا السعودية فريق عالي جدا، المغرب فريق عالي جدا ممتاز. ما شاء الله. بس الروح النظامية، يعني جه اسمه الأمير محمد بن سلمان. آه. قال لهم جملة كلمة تدرس. قال لهم العب للمتعة. فور فان. هم جم في ماتش بولندا مشدودين قوي، فمش عارف ينفذ المهارة. هو ولي العهد مش عاوزهم يتوتروا. العب فور فن، يعني العب، العب معظم دي كلمة تدرس، يعني العب للمتعة. كلمة المتعة هو لما بيجي ينفذ المهارة كل الشوط اللي بيشوطه مشدود. لازم في وقت معين يرتخي، لازم العضلة ترتخي عشان زي التنس تروح في منتهى القوة وينفذ المهارة صح. كل اللي شاطوه فوق العرضة برا العرضة، فيشتغلوا بالجملة دي، جملة تدرس. سمو ولي العهد محمد بن سلمان، العب للمتعة، ريلاكس. هو في روح قتالية وهم عندهم هدف، بس جواهم حتة مش عايزة تطلع منهم، اللي هي زرعوها فينا من زمان، التمثيل المشرف. لا السعودية تقدر تكمل. تقدر والله تكمل. بعد الماتش بتاع الأرجنتين ما اعتقدش انه ده اللي في بال المنتخب السعودي، يعني التفوق المذهل اللي عملوه قدام الأرجنتين ومنتخب الأرجنتين زي ما يقولوا كده هو من هو. فأنا ما اعتقدش انه حالة الانهزامية او الخوف من الأبطال الكبار او الفرق القوية موجودة عند المنتخب السعودي. انا اعتقد انه يعني في النهاية ممكن يبقى محتاجين نغير التكنيك بتاعنا، محتاجين خطط جديدة، ده وارد. بس أنا أعتقد إن هم نازلين الملاعب بقلوب الأسد. يعني على كل خير أشكرك جدا 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 معلقنا ومحللنا الرياضي الكبير أستاذ أشرف شاكر، وهنتصل مرة واثنين وثلاثة يعني خلال الأيام اللي جاية بإذن الله، بحيث إن احنا نستمتع أكتر بهذا التحليل.